لو سمحت لا تعاملني بهالطريقة. بترجاك تساعدني لحتى نجمع شمل الأخوات من أول وجديد. مشان الله بكفي بقى، مشان الله. مو أنت شايفة حالك أحسن مرة بالعالم؟ مدام هيك ما تروحي تنفذي اللي قاله جوزك، ولا كنتي عم تمثلي علينا؟ طولوا بالكن، ما بصير تحكي معها بهاي الطريقة. هي مثلك تماماً، وبيحق لها إنه تقعد بهذا البيت مثلك أنتي، وما إلك حق تعامليها بهذا السوء. الله يخليك، بس اسمعني. كل شي بدك تقولي قولي برات البيت، ضبي اغراضك فورا. لا الله يخليك، لا تزيد الطين بل نهار، لانه ما بيعود فينا نصلح شي. بعدين بكل بيت بتصير مثل هيك مشاكل، بس هذا ما بيعني انه ندمر العائلة كلياتها مشان هيك مشكلة صغيرة. انا مليت من كل هالمحاضرات عن اتحاد العائلة وتماسكها، بس هانوني بما فيه الكفاية، ما عاد فيني. بترجاك لا تترك البيت يا نهار، انتو بتضلوا عائلة واحدة. سألوني لا تحاولي، ما رح غير قراري، ما رح ضل عايش بهذا البيت، لأنه ما عاد طايق تصرفاتهم بالمرة. بس أنت فيك تضلي، لهيك لازم تقرري، يا بتختاري تعيشي معي يا أما بتضلي عايشة معهم. الله يوفقك، بترجاكي خليه واقف، لا تخليه يروح لأنه ما عم بيسمعني أبداً. أحمي العائلة، لا تخليها تتفكك. الله يخليكي، وألا والله بموت حالي. وافيهم، الله يخليكي.